صراحة مجال السيارات، لأنه سيارة وطن كانت إنجاز بحد ذاته يعني، رغم أنه التمثيل كان كلش صعب، بس سيارة وطن تحدي يعني. طيب غيث، بما أنه أنت طرقت سيارة وطن، أحكينا تفاصيل عنها أكثر، شلون أجتكم الفكرة، شلون صنعتوها؟ يعني هي هاي السيارة إحنا بالبداية دورنا ببغداد، طبعا هي سيارة من منشأ أمريكي، سيارة كامارو 2022. مهند أبو خمرة بوقتها راد سيارة تكون جديدة، يعني أكثر العالم قالوا له لازم تأخذ سيارة شوية قديمة لأن أنت راح تقصها وراح تعدل عليها، فهو من النوع اللي يحب دائما شيء جديد يعني شيء ما يتعب. فدورنا ببغداد ما لقينا، فاضطرينا إنه نروح على إقليم كردستان، أخذنا السيارة من أربيل، كملنا إجراءاتها القانونية وبعدين جبناها لبغداد وعدلناها بالصويرة. طيب أريد نعرف إيش قد استغرقت هاي المدة؟ المدة تقريبا طولت شهر وعشرة أيام إلى 15 يوم. هاي السيارة بيها شغلات استوردناها من الخارج، يعني العجلات الخلفية استوردناها من دبي، اللمبدور مال الأبواب اللي يخلي الباب يرفع لي فوق هذا اللمبدور أيضا جبناه من دبي، الفايبر غلاس يعني واجهنا به كلش صعوبة لأنه قالب لازم تصممه وتسويه. سيارة طبعا محركها 8 سلندر، زودناها صار 12 سلندر، تعبنا عليها كلش. السيارة يعني أخذت من عندنا جهد ووقت، يعني إحنا كنا نشتغل تقريبا 20 ساعة إذا ما يقارب 21 ساعة باليوم، طبعا أنا وياي شخص يعني تعب بيها أكثر مني اللي هو محمد النحات صديقي من الصويرة، أوجه له تحية يعني، وفريق الخاص تعبوا بيها كلش. من السيارة يعني مو هينة يعني، يعني بوقتها مهند أبو خمرة راد يسويها خارج العراق تقريبا طلبوا من عنده تكلفة 5 مليون دولار. فأنت اليوم من تنجز هيك إنجاز يعني هذا الشيء إنجاز ينحسب للعراقيين. فأكو مشهد صغير، المهند أبو خمرة والفنان القدير وسام ناجي، إنه قال له شلون عدلتوا هاي السيارة بالعراق؟ فقال له العراقي ماكو شيء مستحيل قدامه، إذا راد يسوي شيء فيسوي. وما شاء الله بوقت قصير ترى. طبعًا. يعني شهر وعشرة أيام كلش قصير بالنسبة يعني للتعديل الكبير اللي مسويه. تخيل أنت مهند اتصل بيه قبل ما يحتاجها بخمسة أيام، أنا بعد يراد لنا شغل بيها أقل شيء أسبوعين. فاتصل بيه قال لي أنا بعد خمسة أيام أحتاج السيارة، عندي مشاهد بيه. قلت له أنا السيارة يحتاج لي أسبوعين، فقال لي إذا ما كملت لتجيب السيارة بعد ما أريد.